خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي، سأخبركم اليوم عن الكبريت. إنه ضروري لبناء الجسم، ويدخل في تركيب بعض الأحماض الأمينية والبروتينات والهرمونات كالأنسولين. في المتجر الكبير نجد الكبريت في اللحوم، الحمص، الفول والعدس. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالكبريت. انظروا، الكبريت موجود في اللحوم، الحمص، الفول والعدس. الكبريت ضروري لبناء الجسم. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم نصيحتي نصيحة حلا.